في إطار مكافحة الجريمة في الوسط الحضري، تمكن المصالح الشرطة الأمن الحضري الأول بأمن ولاية وهران في عمليات متفرقة من وتحد نشاط مروج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية وبدون رخصة، أين أسفرت هذه العملية برمتها عن حجز ما يفوق 9400 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، توقيف 4 أشخاص من ذوي السوابق العادية، مبلغ مالي من عائد الترويج يفوق 23 مليون سنتيم، ومجموعة من الأسلحة البيضاء ومركبة كانت تستخدم في نقل وتوزيع هذه السموم.